أحكام قراقوش جملة شهيرة في التراث الشعبي المصري يتناقلها الشعب للإشارة إلى شخص متجبر يصر على رأيه سواء كان على صواب أو خطأ. ولقد جسد قراقوش حقيقة ديكتاتورية الأغبياء لتصبح أحكامه وحكاياته طرائفا يتناقلها الناس عبر السنين. فما من حاكم عرفته مصر في تاريخها القديم أثار جدلا واسعا كالذي أثاره الحاكم قراقوش، وذلك من حيث التراث الهائل الذي تركه وراءه من حكايات وطرائف. وعن نوادر الحاكم قراقوش سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نبدأ عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو ونشره. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا الذي أطلقناه حديثا والذي ننشر فيه بحوثنا، وستجدون رابطه في أول تعليق. لم تكن حياة أفعال قراقوش كلها كوميدية أو مأساوية، وإنما كانت مزيجا من هذا وذاك. فهذا الحاكم الذي ابتلى الله به مصر اشتهر بالظلم والجور والأحكام العرفية وأيضا تقلب المزاج وغرابة الأطوار. ولقد كان قراقوش في أحيان كثيرة يعاقب المظلوم ويكافئ الظالم الذي كان عليه أن يعاقبه، وأحيانا أخرى كان يصدر أوامر عجيبة من قبيل إغلاق باب المدينة حتى يتم الإمساك بصقره. ومن الروايات الطريفة التي رويت عن قراقوش أنه كان ذات مرة يسأل أحد أصدقائه المقربين عن لقب مناسب يمكن أن يضيفه إلى اسمه فيضفي عليه الوقار والمهابة. فسأل قراقوش صديقه: يا صديقي، إن عندنا ألقابا كثيرة مثل الموفق بالله والمتوكل على الله والمعتصم بالله، فماذا تلقبني من هذه الألقاب؟ فرد عليه صديقه قائلا: بما أنك أخذت رأيي فإني أسميك أعوذ بالله. ولقد ذكر في كتاب نوادر الحكام لمؤلفه مجد كامل أن رجلا جاء يشكو إلى قراقوش أن زوجته قد ولدت طفلا بعد 3 أشهر ونصف من زواجه منها. ولما واجه قراقوش الزوجة قالت وقد ثارت ثورة عارمة: إنه يتهمني بالخيانة يا سيدي، فأنا تزوجته منذ 3 أشهر ونصف والطفل مكث في بطني 3 أشهر ونصف، فيكون المجموع 7 أشهر لا 3 كما يقول يا سيدي. عندها نظر قراقوش إلى الرجل وقد تملكه غضب شديد وقال له: اذهب يا معتوه، تتهم المرأة في شرفها بعد كل الذي سمعته. وروي عن قراقوش أيضا أنه نشر قميصه يوما فوقع القميص من على الحبل، فلما بلغه ذلك تصدق ب1000 درهم وقال عندها: لو كنت لابسا هذا القميص وقت وقوعه لانكسرت. أما عن أصل قراقوش فهو الأمير أبو سعيد قراقوش ابن عبد الله الأسدي، ولقد عاش في القرن 6 الهجري وقضى قرابة 30 عاما في خدمة صلاح الدين الأيوبي، ولكنه أعتقه. وقيل بأن صلاح الدين عينه نائبا عنه في مصر وفوض إليه أمورها، وبعد وفاته عمل في خدمة ابنه الملك العزيز عثمان وثم وصيا على ابنه الملك المنصور محمد. لكن قراقوش أصبح أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ، وذلك بسبب أحكامه ومواقفه الغريبة والطريفة والتي تناقلتها الأجيال، حيث اشتهر بالظلم والأحكام العرفية وتقلب المزاج وغرابة الأطوار. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. أردنا أن ننشر فيه بعض نوادر الحاكم قراقوش، وذلك للترويح عنكم في يومكم الأول في رمضان. أتمنى أن يعيده الله عليكم باليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.